ما حكم حجز الحيوانات والطيور بغرض النزهة والفرجة؟ إذا قدم له أن ما يطلب من الماء ومن القوت، قدم للطيور قوت يقتات به الطير وقدم له الماء ولم يقصر عليه في شيء فلا مانع. أما إذا كان الطير يتضرر بالعطش أو يتضرر بالجوع هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمن حبس طيرا أو حبس حيوانا فلا بد أن يقدم له ما يحتاج إليه من الماء والقوت. نعم.